voyons, voyons. Pardon. اشتغلنا فيه 4 سنة من أول داس الجنوب جيت نزلت هنا وشغال في النهدة ليه وقع ناكل فيه ايش بجي من أبنوس بجي من بابنوس جيب لنا من أبنوس بنجي نهدونا ونبيع للمغتربين الجزء من السودانيين كثير مغتربين بسري وسودانيين بسري إيزل بسري ما دزينا منزلية إنسان مغترب يشيله بوديه وري تراث السودان زي ده ودو السعودية ودو أمريكا أي مكان في جزء من السودانيين برضو بيشتري هي قطعة داس سرا ب 130 جنيه قطعة سرا ب 130 أي ما الشغل ده ما بتعلمه من ذول فن كبير تقعد جنبه تقعد جنب ذول فن كبير كده تبدأ من سنفر زي ده لا ده ما تصنع زي ده